القبضة التانية علف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، إزيكم وحشونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى. النهاردة هنستكمل موضوع فيديو اللي فات اللي هو زيارة الدكتور سامي عوض. النهاردة أنا كنت بعيد عنده تقريبا الكشف، أنا كنت رايح له المرة اللي فاتت، بنفكر بس الناس كده بسرعة، بأربع زغليل فيهم واحد كان واقف تقريبا على دماغه، هتوري لك دلوقتي الصورة بتاعته. الدكتور سامي عوض كشف عليهم وخد زغلول شرحه، يبقى ده واحد خلاص والتاني مات، واحد مات وانا رميت اللي هو كان واقف على دماغه ده، فتبقى منهم اللي هو الزغلول ده. الزغلول ده طبعا هو خاسس جدا جدا، وكان شوف الاسهال اللي كان من الخلف كده، بس الاسهال نشف، لو حضرتك لاحظ الاسهال ناشف، فده اثار الاسهال القديم. تقريبا الاسهال اختفى وبقى فاضل بس ان هو الضعف بتاعه، وان هو مش قادر برضو يقف، زي نفس الحاله زي ما احنا شايفين. فاذا العلاج بيجيب نتيجه. طبعا النهارده اليوم الخامس، انا ما اعطيتش غير مضاد حيوي يوم واحد، النهارده اليوم الخامس من العلاج. طيب هنشوف الروشتة، نصورها كده ونشوفها برضو علشان اللي ما شافهاش قبل كده يشوفها النهارده معانا. طبعا لازم تشوف الفيديو اللي فات اللي هو بتاع التشريح وبتاع الكشف، وكان بيكتب العلاج، قلنا الكلام ده كله بالتفصيل. احنا طبعا اعطينا الثلاث ايام الاولانيين دول، مش هنتكلم كتير في الموضوع ده، اللي عايز بالتفصيل يرجع للفيديو اللي فات. والنهارده اليوم الثاني في اللي هو الجرعه الثانيه اللي هي المضادات الحيويه اللي هي 6 جرام دي و15 سنتي، هنعطيهم كمان. طيب اللي ضفناه ايه المره دي؟ اللي الدكتور سامي عوض لما سالته ان الزغلول عظم المنقار ضعيف، هو ده الزغلول. انا خدت له التانيين دول سلام، يعني ما فيش، عشان يشوفهم حضرتك، شوف الزغليل التانيه بسم الله ما شاء الله، رغم ان هم عمرهم اصغر لكن بسم الله ما شاء الله تمام، الاهل مأكلينهم. طبعا انا سايبهم الصبح معايا في الكرتونه دي، فهضموا الاكل اهو اتخس. لكن هو ملاحظه الدكتور سامي عوض ان هو قال، هو شاف الحته دي، قال ان هنا الهضم مش كويس بتاع الزغلول، الزغلولين اللي هم دول اللي هم انا بقول عليهم كويسين، هو لاحظ ان في الهضم مش كويس، فقال لي ان المضاد الحيوي يعني بدا يحسن الموضوع، لكن لسه النهارده اول يوم علاج من المضاد الحيوي، فهنستمر لسه هو عليه 3 ايام. طيب لما سالته عن وانا باكل الزغلول ده فرضاني بلاحظ ان المنقار كده طاري في ايدي، قال لي ده نقص كالسيوم، هنضيف على العلاج اللي هو الصنف ده ماكسيكال ده، قال لي 10 سنتي على لتر الميه، 10 سنتي على لتر الميه. طب سالته هنحطه مع المضاد الحيوي ومفيش مشكله، قال لي ايوه ضيفه مع المضاد الحيوي. فالنهارده اليوم الثاني هنضيف ده كمان يعوض الزغاليل اللي هي عندها شبه الكساح ده، مش قادر يقف على رجليه، وفي نفس الوقت عظم المنقار بتاعها ضعيف. طيب هنشوف كده الزرق برضو بتاع الزغاليل، طبعا اخرهم في الكرتونه كده، يعني انا اسف على المنظر لكن علشان برضو تكون حضرتك معانا في الصوره. ده اللي هو الفرد المريض، انا متاكد منه اللي هو ده اللي كان معانا في التشريح الباقي، وده اللي هو الفردين السلام. هنا كان اثر لما انا شلت الزغلولين، كانوا مكانهم هنا في المكان ده، فانا اخدهم ارجعهم طبعا، لكن قبل ما ارجعهم هرشهم فيركون اس، هطهرهم طبعا لان اختلطوا بحمام تاني، وان هم كانوا في العياده البيطريه، فعشان ما ننقلش اي امراض هنرش فيركون اس على الزغاليل والكرتونه. طبعا رشيت الكرتونه قبل ما اخش المكان، اسف برضو على المنظر للمره الثانيه. هنا في تحس ان هو اللون اصفر شعره، من انا ما باكلش علف، الناس اللي بتاكل علف عارفين الكلام ده، فبيكون مدي لون العلف كده، انا ما باكلش علف، لكن معنى كده ان هو الهضم مش كويس. الاهالي طبعا بتنتظر زغاليلها اهو، حطت لهم زغاليلهم، اعطاني علف هجربه على الحمام ده. العلف هيحسن من معدل التحويل، هيخلي الزغاليل بصحه كويسه وهيضاعف الحجم بتاعها، وكمان ان هو هيعلي خصوبه الحمام، الاهالي هيعلي خصوبه وهيزود الانتاج من البيض والزغاليل، وطبعا ده اللي احنا عايزينه، زائد ان هو هيوفر كمان. هوري لك دلوقتي العلف وهو قال لي استخدمه ازاي. هو قال لي استخدم العلف بتاعك عادي، نص الكميه وضيف عليها نص من العلف ده خالص، وقال لي كمان ان المزارع الكبيره اللي هو بيروحها بتاعه الحمام بتشتغل دلوقتي بعلف خالص، بيعمل لهم هو تركيبه بياخدوها المدش او اللي هي المكبس يكبسها لهم، يعملها لهم علف، العلف بيضاف عليه خضار وفاكهه. ايوه، لكن انا ملحوظه ان انا العلف لاحظت ان فيه ريحه
الحلبة ملحوظة قوي، ريحة الحلبة بالنسبة لي أنا مميزة جدا. هعطي النهاردة اليوم الثاني من المضادات الحيوية، وبعد كده هنخش على الأيام الثلاثة الأخرانية هيبقى فيهم اللي هي الفيتامينات والخمائر. هو أعطاني صنف تاني يغني عن الخمائر والحاجات اللي هي في الروشتة التانية. الزغلول ده أنا سايبه إن أنا بجرب عليه العلاج وصل لإيه، وصلنا لإيه في مرحلة العلاج. أنا بأكله يدوي وبعطيله سرنجة مية من اللي فيها الدواء، برضو بأكله واسقيه من الدواء اللي الحمام بياخد منه. فهو ده عندي المقياس، ألاقي ده بقى كويس في تحسن الحمد لله. هو التحسن بدأ في الإسهال راح. الزغلول أكلته حتى امبارح فول حصى، النهاردة مفيش فيه حاجة خالص. الزغلول عايز ياكل اهو، شايف الزغلول مستنين إن أنا أكله. فإذا في تحسن كبير جدا. طيب انا تعالى بقى نشوف ايه شكارة العلف اللي هو جبهاني، يمكن بعد كده نشتغل عليها. الناس اللي سألت عن تركيبة الحبوب اللي هو او الخلطة اللي هي هتوفر معنا او البدائل، زي ما قلنا بديل العيش وبديل العلف والبدائل دي، هو قال ان هو بيعملها لكن بيراجع عليها على الكمبيوتر علشان النسب تكون مظبوطة. يا جماعة اللي عايز يتواصل مع الدكتور سامي عوض للكشف او للعلاج، الجماعة اللي هي من دمياط، هو قريب جدا من الشرباسي، هسيب لك رقم موبايله دلوقتي. الناس اللي من دمياط تروح له وتاخد حالة معها او حالة ميتة او حالة مريضة يشرحها زي ما شفنا قبل كده، والناس اللي هي من بعيد عليهم ممكن يتواصل معها على الواتس ويحول له مبلغ الكشف، هو يكتب لك الروشتة ويبعتها لك. طيب هي الشكارة العلف اللي هو جابها لنا الدكتور سامي عوض ده شكلها، معالج حراريا بأحدث التكنولوجيا المستخدمة عالميا. الوزن طبعا 20 كيلو، 20 كيلو ب 220 جنيه يعني هتوفر شوية طبعا. ان احنا الوقت لو شفنا الكلفة دي، انا جايب النهاردة الكلفة دي مثلا، الفول ده في ناس بتبيعه ب 15 انا جايبه ب 14، في الدورة الحمام ب 13، الدورة الابيض طبعا النظيف، الدورة الاصفر ب 12، وفي ناس بتباع ب 13 انواع برضو الحبة السليمة. هو كمان قال لي ان انا اقلل الدورة الاصفر لما بناء على التشريح اللي احنا عملناه. دي ما فيش فيها عيش خالص، فترة العلاج منعت العيش خالص، لكن هعمل حاجة التجربة اللي قال لي عليها الدكتور سامي عوض. الجوزين اللي هم معهم زغليل دول هنعمل معهم ايه؟ الجوزين دول هأكلهم من زي ما قال لي الدكتور سامي عوض، قال لي جرب العلف ده. يعني مثلا انا كنت بحط لكل واحد، كل فرد قبضة ايد، دول احط لهم مثلا 4، فاحط لهم 2 قبضتين ايد من الكلفه بتاعتنا العاديه وقبضتين من اللي هو العلف. هنشوف برضو استهلاك الحمام ومعدل التحويل، وقال كمان ان هو معالج كمان يمنع الامراض والسموم اللي موجوده في الخلطات العاديه، وهنشوف برضو الحمام هياكلها ازاي. جرب في الجزء ده والجزء الحمام التاني، هي طبعا غامقه لان بيقول لي ان مضاف عليها خضار، علف جديد. هنشوف برضو استهلاك الحمام له، الحمام بياكله اهو ما شاء الله بياكل من، طالما الحمام بياكله يبقى الحمام حبوه، برضو بياكل من التانية وبياكل من دي. هنشوف برضو القص التاني اللي معهم زغليل، ليه انا اخترت اللي هم معهم زغليل؟ عشان اشوف برضو هيعمل ايه في معدل تحويل الزغليل. دولي 2 علف طبعا، تعرف ان انا بحط قبض جديد لكل زغلول، القبضة التانية علف، القبضة التالتة كلفة عادية، القبضة الرابعة كلفة عادية. هنقلبها ونسيبهم الحمام ياكل منها، اجربها يومين ثلاثة بعد كده اعمم التجربة على الحمام. انا هجرب عن نفسي وبعد كده هقول لك، اذا عجبك الموضوع فانت امشي فيه بحريتك. يعني اللي عايز يجرب موضوع العلف، انا اعرف ان في ناس او اسمع ان في ناس بتاكل علف خالص. هو العلف عموما هي حبوب من دي وبتروح المدش يطحنها، بيقولوا مكبس بيكبسها. دكتور سامي وعدنا ان هو يعمل لنا البدائل عشان الكلفه الغاليه دي، فب 11 جنيه طبعا انا شايف ان هي هتكون ارخص من الكلفه اللي انا بكلفها دي. انا لو حسبت الكلفه اللي انا جايبها دلوقتي دي هنلاقي مثلا متوسطها نقول 13 جنيه، لما تبقى دي ب 11 وفيها المميزات اللي بيقول عليها الدكتور سامي عوض، الفيتامينات والاملاح ومضاد السموم وان هي هتعمل معدل تحويل كويس، يبقى نمشي عليها ان شاء الله. مكتوب عليها ويضاف بجانب العلف المركز اثناء التغذيه ولا يستخدم منفردا في الغذاء، يعني زي ما قال لي ان احنا هنعمل نص مع النص. يساعد على نمو اسرع وزياده في الوزن يوميا، فهو مصنوع بعنايه فائقه تضمن راحتك الماديه، يعني هيوفر معك ويشبع حيوانات بالقيمه الغذائيه العاليه والتمثيل الغذائي السريع والسليم. منتج يساعد على زيادة كمية اللبن اليومي لما فيه من الدهون والنشويات والسكريات وغيرها.
يعني اذا ان هو بيستخدم كمان للابقار والحاجات اللي زي كده، الابقار والخرفان وهكذا، الحاجات اللي فيها اللبن. لكن طبعا الحمام برضو بيحتاج اللبن، اللبن اللي هو زي اللبن، فاذا ان هو ممكن يزود اللبن مع الزغاليل، فهو يساعد على رفع الخصوبة والتناسل وحماية الأجنة وتقوية الصحة نظرا لتوافر العناصر المهمة. أهم حاجة تهمنا هي الحتة دي يا جماعة، المنتج آمن بالتغذية وخالي من أي إصابات فطرية وحشرية، ورقم موبايل الشركة كمان. لكن زي احنا ننتظر الدكتور سامي عوض بالنسبة لنا ان هو يعمل لنا الكلفة المتوازنة اللي هي توفر معانا للحمام. ما تنساش تشوف الفيديو اللي فات، وارجو يكون عجبك الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، لو لسه ما اشتركتش فعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.